نستمع إلى قصة أيضا جديدة في نهاية هذه الحلقة. سيد أحمد العمار والد الطفلة قمر، مساء الخير سيد أحمد، تفضل اسمعنا قصتك في دقيقتين إذا سمحت، أشرفنا على نهاية هذه الحلقة، تفضل. أنا بالمختصر مفيد، إجيت على أهل السويد مثل أي لاجئ لهالبلاد. صار في شيء اسمه افتراء من طليقتي، وتدخلت الجهه المعنيه بهذا الشيء اللي هي السوسيال، سحبوهم لبيت الحمايه وصاروا يهددوا المراه بانه اذا احمد رح يرجع يشوف البنت مره ثانيه رح نحن نسحب البنت منك. فصار عندها جزء من الخوف، بعد فتره من الزمن صار عندها انهيار عصبي، بعد الانهيار العصبي تم سحب الطفل لجهه اسمها ال في اي. اها تماما. طبعا بالمحكمه، المحكمه حكمت لي حق المعاشره بطفلتي، انك تشوف بنتك وانك يعني اني اشوفها، اني ضمها، اني احكي انا وياها، انه تيجي لعندي يروح يعني المهم انه ما في شيء يمنعني من طفلتي، ما في اي بث بالقانون يمنعني من طفلتي، لانه انا ما عملت اي شيء يسيء لطفلتي. انا ما غلطت بطفلتي ولا شيء، يعني عمر طفلتي 9 اشهر 10 اشهر، شو بدي اعمل معها؟ طفل لا يفقه شيء. فالسوسيال تواصل معي بعدها بفترة، أحمد مطلوب منك تساوي بيت، تساوي غرفة، تساوي كذا كذا كذا. طبعا أنا ساويت كل المطلوب وما طلب مني شيء اسمه إعادة تأهيل. أنا ما عندي شيء خوفني من كلمة إعادة تأهيل، لأنه أنا نظامي بالبلد وبشتغل، ويعني طبيعي، إنسان طبيعي مثلي أي إنسان طبيعي، وعندي أطفالي غاليين على، يعني كل إنسان غالي على قلبه. كم طفل عندك؟ عندي بنت واحدة اسمها قمر. مع مين حاليا البنت؟ تفضل يلا تفضل. المهم طلبوا مني اني جهز البيت، جهز الغرفه وجهز المكان يكون مناسب لمعيشه الطفله، وهذا الشيء اللي طلبوا مني. انا نفذته بكل حذافيره، وقدمت الاوراق وصورت لهم اياها، واجوا لعندي على البيت كشف، وعملوا كشف على البيت، وبالعكس يعني كان استقبال كثير حلو. والدتي موجوده بالبيت واهلي موجودين. عم نشوف صور الان الى جنبك، هذه الصور معك سيد احمد؟ الصور اللي صور ايه كانت في منها في الان على الهواء، على الهواء على الهواء الان في معنا صور. ايه لا الصور هدول يعني فيك تقول كانوا يجوني من برا، يعني ما يعني يجوني اشخاص غريبه مع عائله يعني سويديه. هي موجوده مع عائله سويديه، وانا حكيت يعني خليني اكمل لك المقصود. ايه تفضل يلا تفضل. انا اسف. فبعد فتره من الزمن بيتواصل معي السوسيال بيقول لي نحن للاسف خايفين على صدمه تعيش فيها البنت، انه انت تشوفها بالوقت الحالي، ولكن نحن راح نحاول نمهد الطريق للطفله مشان تقدر تشوفها. طب انتوا يعني انت على اي اساس؟ ما انت كل فتره عم تتاخري فيها، انت عم تخلي الطفله تنساني باي باي ذنب؟ البنت تنساني، وانا عندي فيديوهات موثقه من بيت الحمايه اللي كانت موجوده فيها الطفله، وهي عم تقول، يعني هي ما بتعرف تحكي، عم تقول داد، يعني دا، وعندي موجود الفيديوهات، وانا قادر اني انزل هذا الفيديو. قالت لي والله انا ما فيني اعمل لك شيء، هذا قرار وهذا يعني حكم اللي بيسموه انه النفساني او ما شابه ذلك، ولكن نحن منطالب ان تجيب لنا شويه صور من هذا الاشياء، مثل هدول الصور طبعا. تجيب لنا الصور لنا مشان نقدر نحن نحاول نبلش نرجي الطفل هذا الموضوع. قلت لها اوكي طيب ماشي ما عندي مشكله. جبت لها اياهم، وصار في مقابله بيني وبينها، وحكينا ورغينا كثير، وعلى اساس انه هي سنيل، وعلى اساس رح توقف معي اني ارجع اتقابل مع الطفله. بعدها فتره بيجيني قرار من من السوسيال يمنع رؤيه الطفله الا مرتين في السنه عن طريق التليفون. اها طب الطفله ما بتحكي؟ طب الطفلة ما بتحكي، كيف على طريق التليفون؟ الطفلة نسيتني، على أي أساس تحكي معي؟ حكيت معها مكالمة واحدة، عم قلها لك دموعي نزلت مباشرة، بلشت تبكي البنت، سكر وخط بوجهي. طب ليه؟ لك مو عامل شيء، أنا ما غلطت معها لبنتي، عملت كل شيء بقدر عليه لبنتي، وأهلي موجودين بالسويد وبالنرويج. طب عطوها لأهلي، عطوها لأبي، عطوها لأمي، نحن بدل العيلة في 50,000 عيلة عندنا بأوروبا، أعطوها لحدا من أهلي. ما يمنعني إني أشوف بنتي، ما يمنعني إني أنا أحتضن بنتي، ما يمنعني، على أي أساس؟ على أي أساس السيد أحمد، يعني ختاما كما ذكر السيد العمار، على أي أساس؟ هنا نسأل في نهاية الحوار بدقيقة، تفضل سيد المحامي أحمد. تحياتي لك وأيضا لضيفك الكريم. حقيقة لا يوجد أي أساس. الكاتب أفس في دين، والذي أصدر كتابه إجارة الأطفال المربحة، سنويا 28,000 طفل يتم اختطافهم، وللأسف قال أن هناك تواطؤ ما بين ثلاث جهات، ما بين السوسيال
والقاضي الذي يوافق دون أن يقرأ أي ملفات نهائيا على مثل هذه القرارات، وأيضا الشرطة التي تقوم بعملية التنفيذ، وكتابه واضح وصريح وقال تماما هناك تمييز لمواجهة اللاجئين، وهذا الكتاب صادر وأيضا بسوريا. أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام، للأسف أن وسائل الإعلام سواء كانت السورية أو العربية من الموجودة في السويد عندما تتلقى مساعدات للأسف من عبارة من الحكومة، تقوم الآن بعملية اتهام الناس الذين قاموا بعملية احتجاج بالدواعش. فإذا أين هي وسائل الإعلام التي يجب أن تتميز بالمصداقية وأيضا الدقة وأيضا بنفس الوقت الموضوعية؟ لا يوجد أي موضوعية. أيضا التقارير التي صدرت وحدثت عنها، هذه التقارير عبارة موجودة لكن وسائل الإعلام لا تريد أن تتعامل مع هذه التقارير. انتهى الوقت، لكن أين ستنتهي هذه المشكلة؟ هذه المشكلة التي يجب أن تنتهي، لا يمكن على الإطلاق أن تنتهي بالسويد، لأن السويد هناك تواصل واضح تماما ما بين الحكومه ما بين السوسيال ما بين جهات متعدده الامم المتحده، وايضا هناك في الاتحاد الاوروبي المنظمات الدوليه منظمات حقوق الانسان التلفزيون، ودوركم له دور كبير فيما يتعلق بكشف هذه الممارسات والانتهاكات الخطيره فيما يتعلق بحقوق الطفل. شكرا لك المحامي والكاتب والمختص بقضايا حقوق الانسان سيد احمد شول، كنت معنا من السويد، واشكر واتضامن مع سيد احمد العمار والد الطفله قمر. شكرا لك استاذ احمد، وأشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة الخاصة بخصوص هؤلاء العوائل في السويد، السيدة زينب لطيف الناشطة والحقوقية، اللي أيضا أشكر السيد علي عبدالله المختص والصحفي، وأشكر أيضا السيد خير الدين بركان والد ثلاث أطفال تم سحبهم من السوسيال، وأشكركم ونتمنى أن تحل هذه القضية في القريب العاجل. إلى اللقاء.